السلام عليكم وأهلا بكم. تعقد في البحرين الدورة 37 لمجلس التعاون الخليجي وسط جملة من القضايا الساخنة المرتبطة بأمن دول الخليج، وفي مقدمة ذلك الوضع في اليمن. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه في محورين: ما حجم التحديات الداخلية أمام المنظومة الخليجية، خاصة مع بروز الخلافات بشأن كثير من الملفات وعلى رأسها اليمن وفكرة الاتحاد الخليجي، وما مدى قدرة مجلس التعاون على إيجاد آلية مشتركة للتعامل مع الملف اليمني تحديدا والتغلغل الإيراني في البوابة الجنوبية للخليج؟ إذن تعقد القمة الخليجية في ظل ظروف إقليمية استثنائية يحاول فيها قادة الدول مجلس التعاون رسم خارطة طريق تمكن دولهم من تجاوز التحديات التي تعصف بالمنطقة. ترى القمة أن الملف اليمني والسوري ومخاطر التغلغل الإيراني هو الدافع لبناء الاتحاد الخليجي الذي وافقت عليه جميع دول المجلس باستثناء سلطنة عمان. الكثير من الأسئلة تستبق نتائج هذه القمة التي تنعقد في ظروف بالغة الخطورة، والقليل من الإجابات تحملها التوقعات بالنظر إلى أهمية الحدث، لكن أبرزها تتعلق بمصير اليمن الأقرب إلى خاصرة الخليج في ظل التدخل الإيراني المتزايد والحديث عن احتمال قيام قواعد عسكرية إيرانية في حال بقية اليمن تحت سيطرة الحوثيين. وتأتي هذه القمة في ظل تصاعد حدة القتال في اليمن ومحاولات فرض الحل السياسي الذي يستوجب التحرك الخليجي السريع لإنهاء الانقلاب، كون اليمن تعد بوابة جنوبية للخليج. نتابع التفاصيل في التقرير التالي، ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. قمة لمجلس التعاون الخليجي في البحرين. تجتمع الدول الست وبريطانيا هذه المرة على وقع عدم إجماع بشأن بعض القضايا، وعلى رأسها الاتحاد الخليجي وملفات المنطقة الساخنة بما فيها اليمن. مواقف بعض الدول وتصريحات مسؤوليها تؤكد أن المجلس ليس صوتا واحدا في كل الملفات. فالمقترح السعودي الجديد القديم بشأن الاتحاد الخليجي مرفوض بشكل علني من قبل مسقط. مكمن الخلافات بين دول المجلس لا تقف عند حدود الاتحاد الخليجي، بل تتعداها إلى ما هو أكثر، وبالتحديد ما يتصل بمصير البيت الخليجي بشكل عام. بعين غير راضية تنظر الرياض إلى موقف بعض دول المجلس بشأن أمنها الجنوبي وإلى أي تقارب خليجي مع إيران في الوقت الحالي. حتى وإن اتفق الجميع على ضرورة استعادة الشرعية في اليمن مثلا وقطع اليد الإيرانية، فليس سرا أن بعض دول المجلس تختلف بشأن رؤيتها للحرب والتدخل الإيراني. ليس هذا وحسب، بل إن ما يقلق الرياض أكثر هو بروز الدور الإيراني والحديث عن احتمال قيام قواعد عسكرية إيرانية في حال بقية اليمن تحت سيطرة الحوثيين. صحيح أن هاجس الأمن في منطقة الخليج قسم مشترك، ولكن تختلف درجته وأسلوب تحقيقه من بلد إلى آخر. جولة الملك سلمان الخليجية التي بدأها من الإمارات هي استشعار بحجم الأخطار القادمة، ومن ثم السعي للتعامل معها قبل أن تغدو فعلية خاصة في ظل القلق بشأن مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية بعد صعود الإدارة الأمريكية الجديدة. الكثير من الأسئلة تحضر في هذه القمة الخليجية بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي للأمم المتحدة الساعي لفرض تسوية سياسية في اليمن. ما الذي ستخرج به من نتائج فعلية واقعية؟ وما الذي ستضيفه إلى موقف التحالف القائم لإسناد الشرعية؟ وما مدى قدرة المجلس على إيجاد آلية مشتركة للتعامل مع الملف اليمني والتدخل الإيراني في البوابة الجنوبية للبيت الخليجي؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن ينضم لنا الآن عبر الهاتف: دكتور محمد الرميحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت، وكذلك بدكتور خالد باطرفي، الكاتب والسياسي السعودي. وأبدأ معك دكتور محمد الرميحي. قمة خليجية في ظروف معقدة، هناك مخاطر محدقة بأمن الخليج والمنطقة بشكل عام، ما الجديد في هذه القمة برأيك، وكذلك ما هو المتوقع؟ يعني في كلمة الملك سلمان في افتتاح القمة منذ قليل تحدث عن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأشار إلى الحروب الأهلية والدماء المسفوكة، وأيضا أشار إلى التحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخل أيضا من قوى إقليمية في شؤون العربية. يمكن هذه العناوين الرئيسية التي ينظر إليها المواطن الخليجي من حيث
أنها تهدد أمنه واستقراره. في الموضوع اليمني أشار أيضا الملك سلمان إلى القرار 2216 وتحدث عن مجهودات الأمم المتحدة وأهمية احترام قرارات شعب اليمن، خاصة في المحاور الثلاثة اللي هو التوافق اليمني السياسي وفي مخرجات الحوار وفي أيضا الدستور اليمني الذي كتب من اليمنيين. وأن هذا الصراع كما ترى هو يؤثر مباشرة على دول الخليج. في كلمة الملك حمد بن عيسى تحدث عن الإنجازات التي تمت في دول الخليج وأيضا عن المشروعات القادمة وهي الترابط الاقتصادي والربط الكهربائي والمائي والارتباط أيضا في المواصلات والعديد من الإنجازات. فأنت كما ترى الحديث الآن على تقوية هذا المجلس من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية في خلال يعني مؤشرين. المؤشر الأول هي الحروب البينية والأهلية التي أشرت إليها، والمؤشر الثاني هو أيضا تراجع الموارد وأسعار النفط الذي كانت تعتمد عليها الدولة الخليجية في فترة سابقة. وربما هناك أيضا نقطة، نعم دكتور محمد، هي نقطة التداعيات انتخاب ترامب وقوانين الموجودة في أو التشريعات الجديدة في أمريكا مثل الغاز وغيره، لكن في هذه النقطة سنعود إليها. لكن دعني أنقل التساؤل إلى دكتور خالد باطرفي. دكتور خالد، ما هي الأسباب التي تجعل قمة البحرين مختلفة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى؟ أنا لا أعتقد أن هناك اختلاف كبير عن أي وقت مضى. يعني منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 لمواجهة الثورة الخمينية ورغبتها في تصدير الثورة والحرب الخليجي الأولى، وهذا المجلس يواجه تحديات مصدرها واحد فأم الشر ومصدره هو إيران. فلو نظرنا بين تلك الأيام عندما كانت الإشكالية تنحصر في العراق واليوم، لنجد أنه هو امتداد لنفس المشروع الإيراني الذي بدأ منذ 4 عقود واستمر ليصل إلى ما يسمى الهلال الصفوي، ويمتد إلى أن يصل إلى لبنان، ثم يزرع نفسه أيضا في جنوب أو خاصة الجزيرة العربية في اليمن. فهو امتداد لنفس المشروع ونفس الخطر ونفس المصدر. وبالتالي تجد نفسها الدول الخليجية أمام أخطار تهدد وجودها، وما وليس أمامها غير أن تتحد وتقف صفا واحدا. ربما هناك فرق أنه في الماضي كانت الولايات المتحدة الأمريكية حليف يمكن الركون إليه في مواجهة هذه التحديات، أما اليوم الحليف لم نعد يعني أبس الأمر علينا، ولم نعد نعرف وجه الصديق فيه من وجه العدو، وأصبح في بعض الأحيان مشتبه في علاقته مع عدونا الأول. وبالتالي يعني الخطر هو واحد وممتد والتحديات هي نفسها، ولكن اختلفت الآن بكبر المشروع الإيراني وتمدده. وربما ما جعل الاختلاف أكثر وضوحا هو وجود نوع من الاختلاف في موقف أمريكا من دول الخليج والتحالف التاريخي الموجود وغموض المشهد مع صعود ترامب. لكن السؤال، هل يمكن أن تذهب المنظومة الخليجية نحو اتحاد يستثني عمان منها؟ لما لا، يعني يمكن أن يكون 5+1. تستطيع دول الخليج توحد جهودها وأنظمتها بشكل يبقى الباب مواربا لمن يريد تأجيل الدخول كعمان، ولكن لا يقطعه، فيبقى العماني مثل أي منظومة دولية يكون فيها طرف أو آخر هو شريك برتبة مراقب أو شريك
جزئي وليس شريكا كاملا حتى تتأتى الظروف المناسبة لعمان للانضمام إلى الوحدة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور خالد. أعود إلى دكتور محمد الرميحي. دكتور محمد، هل باعتقادك أن يعني الحديث عن اتحاد خليجي سواء بعمان أو بدونها يمكن أن يتيح لليمن دور في المنظومة الخليجية أكبر، بخاصة مع الوعود والاتجاه نحو ضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي في خلال الفترة الماضية؟ يعني أنا كتبت كثيرا مع الاتحاد. هو الواقع على الأرض أن في هناك تنسيق عالي المستوى سواء في الشؤون الاقتصادية أو في الشؤون العسكرية أو في الشؤون الأمنية، ولكن في تقديري الردع هو أن نتوجه إلى الاتحاد، ومثل ما قال الأخ خالد قد يكون 5+1، ويعني الإخوة في عمان يتفهموا هذا الأمر، وهو شعب عربي خليجي طيب وقيادة متميزة، فلا ضرر هناك. وإحنا دائما بنضرب مثال عند قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقتها تأخر ركب رأس الخيمة لفترة ثم التحقت بالاتحاد وانضمت إلى دولة الوحدة. فإذا يعني هذا أمر مهم، وأعتقد أيضا من خلال التطورات القادمة نحتاج في بداية الأمر إلى ما يمكن أن يسمى مارشال خليجي لليمن، يتوجه إلى اليمنيين، إلى الشعب اليمني، ولا يتوجه إلى القادة أو الحكام أو غيرهم كما جرت العادة في السابق. نحتاج إلى إنشاء طرق وإنشاء مدارس ومستشفيات ومستوصفات ومدارس حديثة للتعليم سواء المهني أو العام. هذه ما يمكن أن أسميه أنا الشروط المسبقة لدخول اليمن إلى الاتحاد الخليجي. وأعتقد في هذه الفترة الانتقالية يمكن أن يكون مراقبا فاعلا في هذا الاتحاد. إنما المهم اليوم هو أن نقتنع جميعنا بأن الأخطار التي تهدد منظومة دول الخليج هي أخطار عظمى وأخطار لا يمكن أحد أن يتوقع ما يمكن أن يتم في الأسابيع أو الأشهر القادمة. تعلمنا درسا صعبا من خلال ما حدث في بعض بلداننا العربية، ودون مشروع وحدوي يصبح رادعا واضحا لكل من تسول له نفسه في التدخل في منطقتنا، سوف نبقى مهددون من قبل هذه الأطماع. والاستراتيجية التي تتبناها طهران كما نرى هي تكوين أشكال من الجماعات سواء المسلحة أو سياسية في البلدان العربية من أجل مناكفة المشروع المحلي، وبالتالي إضعاف الشرعية ثم القفز عليها أو تعطيلها. هذا حدث بشكل واضح كما نراه في لبنان، وحدث بشكل واضح كما نراه أيضا في اليمن، وهذا أمر حقيقة خطير. وكما تعرف بأن هناك تدخلات طائفية، وأنا لفت نظري الحديث الملك سلمان أن هناك تحالف بين الإرهاب والطائفية، فالطائفية تنتج أيضا ردة فعل هي ربما تصل إلى إرهاب. فالمرحلة خطيرة، علينا أن نرتفع إلى مستوى التحديات وألا نبقى في مرحلة الكلام المحسول. طيب دكتور، الدكتور يعني وسط كل ذلك ووسط هذه التحديات هناك نقطة، أن بريطانيا تحضر في هذه القمة عبر زيارة هي الأولى لرئيسة وزرائها تيريزا مي إلى المنطقة بشكل عام، ما سر هذا الحضور برأيك؟ يعني أعتقد الطرفان المنظومة الخليجية وبريطانيا يحتاجون إلى هذا الظهور. أنت تعرف أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي
وهي تحاول أن ترسم لها دور على المستوى العالمي. والمنظومة الخليجية هي مخزن كبير للبضائع والخدمات البريطانية، وبالتالي هذا يضيف إلى السيدة تريزا ماي شيء من الثقل السياسي في بلدها. ولكنني أقول بأن هناك مخاطرة يجب أن نفهمها بوضوح. في حالة الخطر لن يجيب على التلفون يعني التلفون القادم من الخليج من أجل مساعدة أحد. يعني في سنة 90 كان هناك سيدة مارغريت ثاتشر، كان هناك سيد بوش، والظروف مختلفة، فأجيب على ندائنا في الكويت للتحرير. هذه المرة لا سمح الله لن يرفع أحد سماعة التلفون في الطرف الآخر. علينا أن نعتمد على أنفسنا، وعلينا أن نقيم هذا الاتحاد الذي تطالب به الشعوب، وهو ليس بالضرورة اتحاد انصهاري، وليس بالضرورة اتحاد على شاكلة سين أو صاد من الاتحادات، ولكن لدينا من العقول ما يمكن أن نخرج اتحادنا بشكل أفضل مما هو عليه الآن. طيب دكتور، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. بالعودة إلى دكتور خالد باطرفي، في نقطة وجود بريطانيا وحجم التبادل الاقتصادي الكبير ما بين بريطانيا ودول الخليج، باعتبار أن بريطانيا هي مسؤولة الملف اليمني بمجلس الأمن، دكتور خالد، هل يمكن استغلال هذه القمة وهذا اللقاء يعني حلحلة الملف اليمني في مجلس الأمن والذهاب نحو قرارات أكثر قوة تجاه الإنقلابيين هناك؟ أرجو ذلك. يعني هذه فرصة ممتازة لقادة مجلس التعاون الخليجي ليوصلوا قلقهم واحتجاجاتهم وملاحظاتهم على التوجهات الأمريكية البريطانية في اليمن، وهي التي تبدو وكأنما منحازة إلى الإنقلابيين وتريد إنقاذهم بأي شكل. وهذا أمر غير مقبول. إذا أردتم أن نكون شركاء وأن نكون حلفاء وأن تثمر هذه الصداقة وهذه الشراكة عن منافع جمة لكم، فعليكم أيضا أن تراعوا مصالحنا. لا يمكن أن يقبل الصديق والشريك لصديقه أن يتعرض لخطر وجودي بهذا الحجم وأن يبقى متفرجا، أو أن يحاول لملمة الأمور بأي شكل كان ومجاملة أو مكافأة الطرف المخطئ، الطرف الانقلابي، لمجرد إنهاء الحرب. هذا أمر غير مقبول، ويجب أن تصل الرسالة واضحة وقوية لرئيسة الوزراء، وهي ما زالت جديدة العهد. ولعلها لم تدرك بعد يعني الظروف والملابسات، ففرصتنا الآن أن نوصل لها هذه الرسالة. طيب دكتور، يعني وسط يعني هذا التوجه نحو الوحدة في الصف الخليجي، هناك نوع من الحديث في اليمن، ليس كبيرا لكنه أو هو ليس شاملا لكنه موجود، على أن هناك نوع من يعني التضاد أو الاختلاف في أجندة دول الخليج في الملف اليمني. ما الذي ستخرج منه هذه القمة نحو اليمن تحديدا، نحو الملف اليمني؟ لا، أنا أعتقد بالنسبة لدخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، هذه قضية تم الاتفاق عليها منذ سنوات. هو نتحدث عن الملف اليمني بشكل عام. نعم، بالنسبة لدخول إلى مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة لحل المعضلة اليمنية، طبعا اختلاف الآراء لا يعني الخلاف. الأصدقاء والشركاء كل من يحاول ويجتهد بأن يخرج بحل ثم يتم التشاور عليه والتصويت على الحل الذي هو أقرب إلى الصحة والأقرب إلى الواقعية. أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى هذه المرحلة، وأنها متفقة على ماذا تريد وما هو الحد الأدنى وما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. والآن الفرصة مواتية لإيصال هذا الاتفاق إلى الطرف الدولي المؤثر، وهو بريطانيا. وبالمناسبة بريطانيا هي العقل المفكر للولايات المتحدة، يعني هي المخ والولايات المتحدة العضلات. فإذا أوصلنا لهذا المخ
القناعة بما نريد وما نراه حلا لهذه المشكلة، فلعله يوصل إلى الطرف الآخر أيضا شريكه الأمريكي، ونصل في النهاية إلى حل لهذه القضية. ولا أعتقد ليست فقط القضية اليمنية، هناك قضايا أخرى وعلى رأسها القضية السورية أيضا. بكل تأكيد القضايا كثيرة. أشكرك دكتور خالد بطرفي الكاتب والسياسي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى الدكتور محمد الرميحي. دكتور، من وجهة نظرك أنت، الملف اليمني طال أمده بالنسبة لكثيرين، وهناك نوع من التعقيدات التي تواجهه، خاصة في التعامل مع دول الخليج والتعامل مع الفاعلين المحليين بداخله. هذه التوجه نحو الوحدة الخليجية ومطالبكم الكثيرة لذلك، هل ستؤثر في أيضا وضوح أكبر في الملف اليمني من قبل التحالف العربي والدول الخليجية تحديدا فيه؟ يعني المنطق يقول يا سيدي الكريم أن هذا الملف يعني تحمله المملكة العربية السعودية بقوة، والمنطق يقول بأن دول الخليج المتعددة تنظر إلى المملكة العربية السعودية كقائدة ورافعة في هذه المنطقة وصمام أمان. فإذا لا أعتقد بأن هناك تباين كبير في المواقف بين دول الخليج قاطبة وبين السعودية من جهة أخرى. وفي الموضوع اليمني، الموضوع اليمني مهم لأن الجميع يعرف بأنه خاصرة المنظومة الخليجية، وبسقوط اليمن لا سمح الله في أيدي يعني هذه الطائفة الصغيرة المؤدلجة، يعني أن هناك احتمال أن تتساقط أيضا جزء من المنظومة الخليجية ويتسع الحريق. فإذا في الموضوع اليمني هناك وضوح تام وصمود تام. يبقى الحديث السياسي في اليمن، وعلينا جميعا الحقيقة أن نبحث عن تصورات سياسية. شرطها الأول عدم التدخل الخارجي في اليمن، وتقديري أن هذا سوف يعني يسحب الكثير من التوترات هناك، لأنه في نهاية الأمر نحن في الخليج ننظر إلى اليمن كشعب واحد متعدد الاجتهادات. التكلفة على العدو، التكلفة على إيران في هذا الملف هي تكلفة بسيطة. التكلفة على الشعب اليمني هي عالية جدا. أنت ترى يعني الدماء تسيل، الفقر يزداد، العوز يزداد، المرض ينتشر، وهذا في ليس في إطار الحكام القلائل ولكن في إطار الشعب اليمني، وهو شعب عزيز على قلبنا جميعا، شعب عربي، شعب يعني أساس العروبة هناك. فنحن نتوجه أيضا إلى كل هؤلاء السياسيين الذين يمالئوا ذلك النظام أن يتقوا الله في وطنهم، أن يتقوا الله في شعبهم، أن يتقوا الله في هذه الدماء التي تسيل يوميا، في هذا الفقر وهذا العوز وهتلك الحاجة. فعلينا في حقيقة الأمر أن ننظر إلى هذا المكان. نحن أمام مجموعة من الحقائق، واحدة منها أن الشعب اليمني برمته قام في كثير من مدن اليمن بمحاولة التخلص من السيد علي صالح، فهذا إذن ورقة محروقة. يعني لا يجب أن نقول بأن هناك من اليمن أو أغلبية اليمنيين تقبل بعودته. مفهوم. ثانيا الشعب اليمني قام في ذلك الوقت من 40-50 سنة بالإطاحة بالإمامة، لأن الحكم الكهنوتي لم يعد مقبولا في ذلك الوقت، وما بالك اليوم. فأن تعيد رجل يعني لفظه الشعب اليمني أو تعيد حكم كهنوتي يطالب به الحوثيون، فهذا ضد التاريخ، ولا أعتقد أن من هم ضد التاريخ يستطيعوا أن يصمدوا كثيرا. أشكرك دكتور محمد الرميحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وينضم لنا مشاهدينا الكرام السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية سيد مختار الرحبي. مساء الخير سيد مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار.
إلى أي مدى تعول الحكومة اليمنية على هذه القمة الخليجية لعمل زخم أكبر للقضية قضية الشرعية اليمنية وتحريك المياه الراكدة في الملف اليمني؟ أولا نحن نعرف أن اليمن والقضية اليمنية جزء أساسي من الجزء الخليجي ومن الأمن الخليجي بشكل عام ومن الأمن السعودي بشكل خاص بحكم الجوار بيننا وبين المملكة العربية السعودية. بالتالي القمة الخليجية تأتي في وضع حرج جدا في ظل ضغوطات غربية وأمريكية بالتحديد بشكل لم يسبق لها مثيل طوال الأزمة اليمنية في الفترات السابقة. بالتالي نحن نعول على أن تخرج هذه القمة بتماسك نحو القضية اليمنية وبمحاولة لتخفيف الضغط على الحكومة اليمنية التي تتلقى في حقيقة لم تتلقى ضغوطات كبيرة من الدول الغربية ومن الأمم المتحدة للقبول بخارطة إسماعيل الشيخ أحمد التي تم تقديمها. بالتالي ما سيخرج على القمة أعتقد أنه سيخفف من الضغوطات على الحكومة اليمنية ويمهد الطريق للدخول بمشاورات قادمة وفق المرجعيات المتفق عليها. هل هذا الأمر يعني سيكون أكثر وضوحا عندما نعلم أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وبلادها يعني تدير الملف اليمني في مجلس الأمن إن صح التعبير هي متواجدة في هذه القمة؟ ما هي الرسالة التي يجب على الخليجيين إرسالها بخصوص الملف اليمني لبريطانيا؟ ومن هنا تأتي الأهمية لهذه القمة أن رئيسة وزراء بريطانيا متواجدة، ونعرف أن بريطانيا هي من تقدم أو من هي ماسكة الملف في مجلس الأمن الدولي، بالتالي وجودها مهم جدا، وأيضا تماسك دول مجلس التعاون الخليجي في هذه القمة وإرسالها رسائل إيجابية ورسائل متماسكة ورسالة واحدة للبريطانيين وكذلك للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي سيعزز من موقف الحكومة اليمنية الرافض لأي التفاف ولأي محاولة للالتفاف على القرارات الدولية وعلى المرجعيات المتفق عليها وهي مرجعيات التراث. بالتالي أعتقد أن تواجد رئيسة وزراء بريطانيا سيكون إيجابي في دعم توجهات دول مجلس التعاون الخليجي الذي تتطابق إلى حد كبير مع توجهات الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. طيب سؤال أخير سيد مختار، برأيك هذا التوجه الآن في دول الخليج نحو نوع من الوحدة حتى وإن كانت عمان خارجة عن هذه الوحدة أو الاتحاد الخليجي، هل هذا الأمر مفيد لليمنيين باعتبار أن عمان ينظر لها في اليمن على أن لها دور مشبوه مع الحوثيين أو مع الانقلابيين؟ أولا بالنسبة لموقف دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد، أعتقد أنه يعني من وجهة نظري الشخصية لا يمكن لهذا الاتحاد أن يكون متماسك وأن يكون يعني موجود على أرض الواقع بشكل كبير إن لم تتواجد سلطنة عمان معهم، لأن دول الخليج يعني هي الدول الست وتواجد الدول بأكملها أعتقد أنه سيعزز من هذا الاتحاد. بالنسبة لموضوع الاتحاد واليمن، الخليجيين تركوا اليمن طويلا وهم اليوم يدفعون ثمن ذلك طوال السنوات الماضية، فإذا تم تجاهل اليمن مرة أخرى أعتقد أن الثمن سيكون باهظ على الخليجيين وكذلك علينا كيمنيين. أشكرك سكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية سيد مختار رحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزميل محمد القاسم منتج البرنامج وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.